كابتن محمد يوسف، كيف ترى صراع الهروب من الهبوط؟ صراع الهروب عندك طبعا حرس الحدود تأكد يعني هبوطه. بالنسبة للداخلية طبعا لسه فيها بينها وبين المحلة وبين أسوان، يعني عندك حتى لغاية جيش سيراميكا 32 برضو. ففي كلام، لكن مباريات، المشكلة كمان يا كابتن ان المباريات انا شايف فيها يعني مثلا الجيش عنده مباراة مع سيراميكا، وعنده مباراة مع بيراميدز اللي هو بينافس على المركز الثاني، عايز يلعب دوري ابطال افريقيا. نفس الكلام بالنسبة لأسوان، عنده مباراة مع الجيش، ففي مباريات مع المرشحين مع او اللي هم عايزين ينجوا من الهبوط مع بعضهم. لكن الموضوع لسه صعب. الداخلية كمان رايحة لأسوان، الداخلية عندها مباراة مع أسوان، فطبعا دي هتبقى لسه مش باينة. يعني اقر واعترف مع كابتن محمد يوسف. كابتن محمد يوسف، تقر وتعترف انك مش عارف تكرر الانجاز اللي حققته مع الاهلي في 2013 مع اي فريق دربته؟ الانجاز بطولة افريقيا؟ نعم. ما هو طبيعي طبيعي ان مش لا طبعا صعب جدا، لان كل فريق بيبقى ليه الاهداف بتاعته. فانا ما مسكتش فريق كان هدفه ان هو يلعب بطولة افريقيا او يفوز ببطولة افريقيا. يفوز ببطولة افريقيا حظك وحش من بعد ما ضربت النادي الاهلي؟ لا بالعكس، الحمد لله. تجارب طبعا بتعلم منها، وفي نفس الوقت انا شايف ان اكيد في تجارب بتبقى ايجابيه وتجارب مش مكتوب ليها التوفيق. يعني كابتن محمد يوسف، تقر وتعترف انك غلطت لما وافقت تلعب دور الرجل الثاني، سواء كمدرب عام مع مدربين اجانب او كمدير كره في النادي الاهلي، رغم انك كنت وصلت لمنصب الرجل الاول؟ لا مش غلط ولا حاجه، لان مع النادي الاهلي. فمش عايز اقول غلط، لكن طبعا فتره استفدت منها خبرات، واستفدت منها برضو ان انت تعرف يعني تقيم الموقف بشكل كامل يعني. لكن طبعا في بيتي اللي هو النادي الاهلي والطلب مني، فانا تحت امره، لكن تجربه استفدت منها خبرات كويسه جدا. يعني تقر تعترف بان دخولك في خلاف مع نجم الكره العراقيه حكيم شاكر كان غلط، وانه كان ممكن يأثر على ترشيحك للعمل هناك مرة اخرى، خاصة لك شعبية كبيرة جدا في العراق؟ لا، ما انا ما غلطتش معاه او ما اشتبكتش. هو اللي طلع بتصريحات في الاعلام هناك، في الاعلام العراقي، رغم ان انا ما تعرضتلوش خالص، بس انا طلعت ورديت عليه واتقفل الموضوع. انا الحمد لله اسمي هناك كويس جدا وسمعتي هناك كويسة جدا، ده صحيح. فكان لازم اطلع ارد عشان اوضح للراي العام الصوره كامله. يعني تقر وتعترف ان ايمن اشرف اتظلم مع كولر وكان يستحق فرصه على الاقل للمشاركه؟ طبعا ايمن كان من اللعيبه اللي تستحق انها تاخد فرصه، وفي نفس الوقت كمان لانه عنده رصيد كبير جدا. ومساك اشول، وخلي بالك المساك الاشول دلوقتي بصوا في كل فرق العالم لازم يكون في واحد لازم يكون مساك اشول. فكان اعتقد كولر كان ممكن يديله فرصه وبعديها يحكم عليه. يعني تقر وتعترف ان الاهلي ممكن يندم على رحيل حمدي فتحي في حاله الموافقه على عرض نادي الوكره القطري؟ لا، صعب يندم الاهلي. فريق كبير ونادي كبير ومؤسسه كبيره، فصعب ان هو يتوقف عند لاعب. لكن اكيد هم هيدرسوا الحيثيات او هيدرسوا البدائل. لان النادي الاهلي قبل ما بيطلع لاعب عنده مسؤوليه كبيره جدا قدام جمهوره، فبالتالي مش هيطلع لاعب وبعدين يرجع يدور على بديل ليه. لكن اكيد هيدرسوا البدلاء. يعني شرفتني ونورتني حبيبي كابتن، انا سعيد كنت معاك ومع كل مشاهدينك. بشكرك شكرا جزيلا، كان منورنا ومشرفنا النهارده النجم الكبير كابتن محمد يوسف، نجم النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني السابق والمدير الفني السابق للنادي الاهلي والعديد من الانديه المصريه والعربيه. شكرا.